من جديد نتواصل معكم مشاهدينا في كل مكان، واحنا حاليا بنمر بلحظات حاسمة في مباريات نهائي كأس العالم اللي فيها مواجهة قوية جدا بين الأرجنتين وفرنسا. حاليا الأرجنتين تقصو بهدفين مقابل لا شيء لفرنسا، في توقعات محتملة كبيرة جدا يكون في زيادة في الأهداف، خاصة الناس اللي بتشجع الأرجنتين. ثلاثة إن شاء الله توقعي ثلاثة وماخذين الكأس. أنت الليلة لو ما أخذت الكأس ما بترجعي. ما برجع الليلة. طيب يا طه، يعني أنا بتمنى إنه الأرجنتين تاخذ الكأس. في خلاص أخذته طبعا. أنت بتشجع شنو؟ أنا بشجع المغرب. طيب مشاهدينا، احنا لسه متواصلين معاكم، وصلنا لاخر فقراتنا لامسيه الاحد، هي الفقره الاخيره، اهميه دور الشباب في رياده الاعمال. حيكلمنا اكثر عن الموضوع ده الباشمهندس محمد الطاهر، هو مطور اعمال وصانع محتوى مرئي شريك مؤسسه لمنصه رواد الاعمال في السودان. اهلا بك، مساء الخير عليك. مساء النور عليكم، ومبسوط جدا بالمساحه اللي اتيحت لنا الليله في ان احنا نقدر نبرز الحاجه اللي احنا شغالين عليها، ونقدر نشتغل في جانب التوعية على نطاق أوسع، وإن شاء الله تكون مساحة مفيدة لنا ومفيدة لكل الناس المتابعة لنا إن شاء الله. إن شاء الله. في البداية باشمهندس، عايزين نعرف أهمية ريادة الأعمال بالنسبة للشباب. نحن في البداية حنقوم نتكلم عن معرفة ريادة الأعمال ذاتها في نفسها، والشباب كيف قادرين إنهم يستوعبوا الفكرة بتاعت ريادة الأعمال عشان يقدروا يضعوها على أرض الواقع، ونقدر نمشي على أساسها خطوات. نتكلم في البداية عن نماذج بتاعت دول كان تركيزها الأساسي على الحتة بتاعت ريادة الأعمال. مثلا نتكلم عن الهند، ونتكلم عن رواندا، ونتكلم عن ماليزيا. الهند الليلة عندها وزارة مختصة بريادة الأعمال بهيئاتها بطريقة كاملة. الهند قدرت إنها تزيد معدلات دخل الفرد بصورة كبيرة جدا بتركيزها على الشباب وتمليكهم مشروعات ودعمهم عشان يقدروا يقفوا على رجلينهم. لما نتكلم على رواندا، الأساس في إنه رواندا قدرت تعمل النمو الحالي الموجود، هم رواد الأعمال والستارت اب في إنهم هم قادرين تماما يضعوا حلول فعلية تساعد الأفراد، تساعد المجتمعات، وفي الآخر أنت لما تشتغل على الأفكار الريادية أو ريادة الأعمال أنت بتقدم ابتكار أو بتقدم حل لمنتج موجود، أو أنت بتبتكر منتج جديد أو خدمة جديدة. فريادة الأعمال هي بتسهل حياتنا إحنا كأفراد، وفي نفس الزمن بنلقاها بتساعد الشباب على النمو، بتساعد الشباب على زيادة دخلهم، بتساعد الشباب على إنهم يتوسعوا في أسواق جديدة في دولهم أو خارج دولهم. وفي نماذج كثيرة شديد بتاعت رواد أعمال سودانيين أو غير سودانيين قدروا إنهم يبرزوا داخل السودان وخارج السودان كذلك. نرجع للنقطة بتاعت أهميتها، من هو رائد الأعمال؟ ده السؤال اللي في البداية نحن مفترض نطرحه، ونجي في النقطة الثانية، ليه نحن نشتغل على أفكار ريادية ما نشتغل على أفكارنا التقليدية ذاتها؟ وأفكارنا التقليدية هل هي بتعمل لنا معدلات النمو الفعلية إن إحنا طموحنا بنزع عليها كطموح ولا لا؟ ريادة الأعمال قايمة على إنك في البداية بتدرس السواقة، بتدرس السواقة اللي حولك. ما الناس ماخداها كفكرة بتاعت إنك أنت مفترض تبتكر حاجة جديدة. ريادة الأعمال ما واقفة على حاجة جديدة. الليلة لما نمسك أبسط مثال موجود، لما نقول ترحال فكرة مثلا ريادية، بنجي نقارن في إنه هل ترحال مقدمة حل فعلي، فنلقاها إنه فعليا هي مقدمة حل فعلي على مستوى الوسط، على مستوى الشباب. فطالما إنه هي مقدمة حل فعلي معناها هي فكرة ريادية، وقدرت إنها تقدم حلول لكل المجتمعات الموجودة في السودان. نحن في منصة رواد الأعمال في السودان في البداية هدفنا الأول في إننا نحن نقدر نخلق الوعي الأساسي بريادة الأعمال، في إنك أنت عشان تقدر تبدأ المشروع بتاعك محتاج شنو؟ محتاج تعمل هذه الخطوات، محتاج يكون مفترض يكون عندك أي مهارات، مفترض يكون عندك أي معرفة معينة عشان تقدر تمشي خطواتك بطريقة ثابتة وتقدر تعمل معدلات النمو. الليلة 90% من المشروعات الناشئة بتفشل في السنة بتاعتها الأولى أو الثانية أو الثالثة. دي تكلمنا عنها في الفترة الفائتة، الثلاثة شهور الفائتة كنا مركزين وبنحاول نوضح لكل الشباب إنه ليه المشروعات بتفشل، لأنك أنت مجرد ما عرفت إنك أنت كيف حتفشل كده معناها أنت بقيت عارف شارعك، عارف طريق وصولك، هو عامل كيف. مستحيل إنك أنت تنجح، ما حقول مستحيل، صعب إنك تنجح من غير ما تعرف إنك أنت كيف حتفشل. طيب المفروض يكون في جمع بين الاثنين. أيوة. إحنا حنمشي نشوف محطة خارجية ونرجع تاني نواصل حبيبي.
حمد الطاهر دي يعني صور من بعض الورش اللي انتوا عملتوها، نتكلم عن الورش دي ونشوف شنو الحاجه اللي بتقدم في الورش. ده برنامج سبت الاعمال، برنامج سبت الاعمال واحد من البرامج المميزه اللي حبينا انه احنا نجمع فيها المعلومات الكافيه لكل رواد الاعمال في مكان واحد، وبنظام ممكن يكون هو بيساعد رائد الاعمال في انه يقدر يجي يتلقى المعلومات وفي نفس الزمن يكون عنده المساحه انه يطبق المعلومات دي على ارض الواقع. كان الحمد لله كان 12 برنامج لمده 3 شهور، البرنامج كان كل يوم سبت، قدرنا فيه نتعاون مع عدد من رواد الاعمال وعدد من المدربين اللي لهم خبره واسعه جدا في التخصصيه بتاعت رياده الاعمال. بديناها بمقدمه عن رياده الاعمال وتاسيس المشاريع، في انك انت كيف حتقدر انك تفهم رياده الاعمال وتفهم الفكره بتاعتك وكيف فكرتك تكون رياديه، وبعد ما نخلص منها بنجي لتاسيس المشاريع، انت محتاج لشنو عشان تقدر تاسس المشروع بتاعك في الاساس. بعد ما خلصنا منها مشينا للنقطه اللي بعدها اللي هي نقطه بتاع دراسه الجدوى، وانت كيف تقدر تعمل قوائم ماليه واضحه شديد للمشروع بتاعك. خلصنا منها ومشينا اداره العمليات وبعدها صناعه المحتوى. حاولنا انه من خلال برنامج سبت الاعمال نحن نقدر نشمل كل الجوانب بتاعت رياده الاعمال او جوانب المشاريع. قدرنا الحمد لله نشتغل مع اكثر من 300 شاب وشابه من خلال برنامج بزنس ساتردي، والليله الحمد لله يعني في عدد كبير شديد من الشباب الموجودين، والبرنامج بتاع بزنس ساتردي ممكن اقول لك صنع عليهم فريق فعلي من خلال تواجدهم، من خلال معرفتهم، من خلال انهم قدروا يعملوا قاعده كبيره جدا بتاعت معارف من ناس معاهم في نفس التخصصيه، قدروا يعملوا شراكات مع شباب، عدد كبير جدا من الشباب، وكان في عدد الحمد لله من الرعاة معانا كذلك من الشركات المتوسطه والشركات الكبيره، وحتى رواد الاعمال اللي كان بيجوا هم ذاتهم بيكونوا جزء من الحضور، كان دائما بيشاركوا منتجاتهم. وان شاء الله هسه حاليا الخطوه الجايه حيكون عباره عن مؤتمر للشباب اللي كانوا معانا في بزنس ساتردي ذاته. طيب يا باشمهندس، المعرفه والمهارات ممكن تاسس مشروع من غير راس مال؟ نحن بنتكلم عن المعرفه والمهاره، اساس المشروع فكره، بعد الفكره يكون عندك الموارد، عندك شنو من الموارد؟ الموارد دي ما لازم تكون مال نهائيا، ما لازم تكون مال. الليله في واحد من المشاريع مثلا زول شغال بعربيته او فود تراك بيعمل شاي وشغال، فهذا مشروع ما بيطلب منه قروش. لما نتكلم عن قروش نتكلم عن اي رقم؟ نتكلم عن 20 70 80 مليار، ونتكلم عن المليار واحد، نتكلم عن 500,000. فانا ما حقدر اقول لك في رينج معين للحاجه دي. الفكره بتاعتك هي اللي بتقدر تحكمك في انك انت كيف حتقدر تضع فكرتك على ارض الواقع. دائما انت عشان تقدر تستفيد الفائده الفعليه في انك انت حتتعلم. لما تبدا المشروع بتاعك دائما بقول لك انه عندك الفتره الاولى دي فتره بتاع التعلم، انت بتيجي داخل السوق بتعرف السوق بتاعك عامل كيف، بتعرف حتبيع لمنه، بتعرف حتسوي كيف، بتعرف مواردك دي ذاتها انت كيف حتقدر تستفيد منها اقصى استفاده. لو انت شغال مثلا في خط انتاج كيف تقدر تطلع اكبر كميه ممكنه باقل عمليات اداريه مثلا. فممكن اقول لك انه الفكره بعدها بيكون الموارد، الموارد دي ممكن في البدايه تكون مثلا فريق العمل، بعد ذاك الموارد المساعده لقيام المشروع بتاعك انت ذاتك. لما نجي نتكلم عن الموارد الماليه، ممكن الموارد الماليه تكون هي اخر حاجه، لانك انت لو ما جهزت تفاصيلك الاوليه كلها بوجود الموارد الماليه ما حتقدر تمشي خطوه واحده. ليه؟ لانه في ابسط مثال او ابسط نموذج، لما نتكلم عن الناس اللي اخذوا اليانصيب كلهم ما 90 او 50% لا كلهم بيكون ماخذ مليون دولار في اليانصيب، بعد 3 سنوات أو 2 سنين يكون فلس، رجع للنقطة الأولى اللي هو كان فيها. ليه؟ لأنه كان ما كان موجود الفكرة. فوجود الفكرة هو الأساس اللي بخليك إنك أنت تقدر تمشي الخطوات بتاعتها بطريقة قوية. طيب إحنا انطلاقا من الفكرة دي، شباب سودانيين بإمكانيات متاحة قدروا يصنعوا المستحيل، يعني عملوا مشاريع لصناعة الأواني المنزلية وقدروا يحققوا نجاحات كبيرة جدا، لأنه الموضوع بدأ بفكره، بعد ذاك بقت الفكره تنتشر بين الشباب وبين الناس على اساس انه تبقى دافع وحاجه مشجعه للشباب انه ابدا، حتى لو كانت البدايه بحاجه بسيطه لكن في النهايه بتصل لنجاحات ما دام الفكره موجوده، واحتماليه الخساره او النجاح برضه هي موجوده. احنا عندنا محطه خارجيه حنشاهد فيها الشباب ديل بمثابه حاجه تشجيعيه لكل زول عنده مشروع عايز يبدا فيه، خصوصا من الشباب. نشاهدها. We'll be right back.
طيب رجعنا من جديد بعد المحطة اللي احنا شاهدناها دي، خلينا احنا نقول كيف احنا نقدر نستفيد من افكار الشباب ونطور من افكارهم. في البداية من خلال منصة رواد الأعمال في السودان بنحاول قدر الإمكان إنه نحن نمسك الشباب أو رواد الأعمال أو أصحاب المشروعات اللي قدروا إنهم يقدموا قيمة حقيقية ونبرزهم للمجتمعات بصورة كبيرة جدا. الحمد لله أنا محمد الطاهر ومحمد صابر المؤسسين لمنصة رواد الأعمال في السودان، ممكن يكون البيز بتاعنا أو الأساس بتاعنا إنه نحن مختصين بتاع ديجيتال ماركتينج، فقدرنا تماما إنه نحن نعمل الصدى اللي بيوصل الشباب لأكبر جمهور ممكن من خلال المنصة. وبنحاول قدر الإمكان نجمع شباب ما من داخل الخرطوم لا، بس من كل الولايات، على أساس إنه إحنا نقدر ننوع ونبرز كل الجوانب اللي ممكن تكون جميلة جدا في سوداننا هنا، والشباب الفعلا شغالين على إنهم قاعدين يعملوا فرق في الوسط الشبابي. الليلة لما نتكلم عن النموذج بتاع الشباب اللي قبل شوية، هم فعليا بأقل موارد ممكنة، اللي هو دي ممكن برضه تكون إجابة على السؤال قبل شوي إنه هل الموارد المالية هي الأساس في تأسيس المشاريع؟ ممكن يكون بأقل موارد ممكن هم قدروا يصنعوا الأواني المنزلية، والأواني المنزلية دي ممكن الليلة السودانيين كلهم بنستوردها من برا السودان، وهم الليلة قدروا إنهم يصنعوا فريق هنا في السودان، وإن شاء الله بإذن الله نحن حنشوفهم لقدام إنهم هم ذاتهم بيجوا يصدروا لبرا السودان. ودي ممكن تكون يعني خطوة بداية بالنسبة لنا احنا. طيب يا باشمهندس، يعني المرات بيكون الطموح اعلى من حدود الامكانيات والموارد، برضو الحاجة دي بتأدي يعني لفشل المشروع صح؟ طموحي اعلى من امكانياتي المتوفرة. طيب ببساطة لما نيجي نتكلم عنها، الطموح هي حاجة بتحقق مع الزمن، يعني بنتكلم عن رؤية، فانت محتاج استراتيجية او خطة عشان تقدر توصل للطموح بتاعك. الليلة اللي هي دي النقطة بتاعت المعرفة، انت محتاج معرفة قدر كيف عشان تقدر اصلا تأسس المشروع بتاعك. هل انت خطة تجربة؟ هل انت قبل كده كنت موظف اصلا؟ هل انت المجال اللي عايز تدخل فيه ده جربت في انك في يوم من الايام تشتغل في شركة مثلا شغالة في نفس المجال ده، ولا لا انت بس دار تيجي تخش السوق دار تعمل مشروع؟ لانه في شباب بيعملوا مشاريع، لانه ودخالتك صاحبك عمل مشروع. طيب انت هدفك من انك تعمل مشروع شنو؟ دي هن ممكن تكون النقطة الأساسية. بقول لك انه ما تعمل مشروع لانك عايز قروش، ما تعمل مشروع لانك عايز تعمل مشروع لانه الناس عملوا مشروع. الحاجة الوحيدة اللي بتخليك انك انت تعمل مشروع انك انت شايف عندك قيمة معينة قادر انك توصلها للمجتمع وقادر تزيد حوجة موجودة في المجتمع. بنتكلم عن الجوانب المالية في المشروعات، في انه فشل المشروعات دي من تركيز الزول ذاته صاحب المشروع على الجانب المالي اكثر، في حين انه الجانب المالي في المشروعات هو عبارة عن نتيجة جهد انت بذلته داخل المشروع، في انك قدمت لي منتج بجودة عالية، عملت لي افضل خدمة بتاعت عملاء، وعندك نظام بتاع عمليات داخلي ذكي وقوي بيقدر يخليني انا كعميل مرتاح في ان انا اتحصل على المنتج او الخدمة بتاعتك دي. هنا القروش بتجي بس مجرد نتيجة. يلا رواد الاعمال او الشباب الليلة ممكن يكونوا هيجين شديد في الحتة بتاعت مشاريع مشاريع مشاريع، الحياة بتخليهم يقعوا انهم بس مركزين على النقطة بتاعت انا هشتغل اجيب قروش خلال شهر انا حوصل للمليون دولار للـ100,000 دولار. نعم. والحاجة دي شبه مستحيل. طيب في كثير من الشباب عندهم أفكار لمشاريع، لكن خلينا نقول إنهم هم عندهم مسألة بتاعت خوف أو تخوف منهم يخوضوا تجربة عشان يبرزوا أفكارهم، كيف إحنا ممكن نشجعهم؟ طيب في البداية أنا بقول لهم إنه الفكرة هي ما عندها قيمة طالما إنها هي موجودة في رأسك، ما في منها أي نوع من القيمة. أنت ما لم تبدأ خطوات فعلية بالنسبة للفكرة بتاعتك، بغض النظر انت عندك معرفة او انت ما عندك معرفة بتأسيس المشاريع، لا انت ابدأ. بعد ما انت تبدأ بعد ذاك بتكون خطة تجربة فعلية وقدرت تشوف سوقك هو عامل كيف. الليلة لما نجي في اطراف السودان، قبل فترة كان اشتغلنا في ولاية شرق دارفور، كان اشتغلنا مع النساء ملكناهم مشاريع، المشاريع كانت صناعة الصابون. هم ما كان عندهم المعرفة بتاعت انهم هم كيف يأسسوا المشروعات، لكن لا انت كزول شايف انه انت قادر عايز تزيد دخلك، عايز تقدم قيمه حقيقيه من خلال مجتمعك، عايز تحافظ على استقرار اسرتك على استقرارك، انت بتلقى نفسك تلقائيا قادر انك تبدا الخطوات بتاعتك بغض النظر عن انك انت متعلم قاري جامعه وما قاري جامعه وقاري ماستر وقاري دكتوره، هي ما الاساس في انك انت تعمل مشروعك. والليل عندنا نماذج في كل الاسواق هنا في السودان، اصحاب المشروعات كلهم ما بتكون بالضروره عندهم الجانب العلمي،
لكن التجربة هي الأساس. أنت لو ما جربتها ما تنتظر زول يجي يقول لك أنا حنا أوريك بذكر التجربة دي. بذكر التجربة دي في كثير من الناس بيلقى مشروع ناجح وبكون ما عنده عنه أي خلفية، ما فاهم فيه أي حاجة، لكن لأنه في فلان من الناس عمل المشروع ده والمشروع نجح فبيحاول إنه يقلد المشروع. أيوة. ممكن ينجح المشروع ولا في نماذج زي دي ممكن تكون هسه حاليا موجوده في الناس الشباب الكميه اللي اشتغلوا على الفود تراك. اللي هي لما نيجي عايشين بشارع النيل منظر محزن شديد، انك بتشوف لك اكثر من 50 60 فود تراك مقفله. لما تيجي ماشي في شارع الستين، لما تيجي ماشي في شارع المشتل، تلقى انه في عدد كبير شديد من الفود تراك مقفله. ليه مقفله؟ لانه في زرعوا الفود تراك، عمل نموذج ناجح، الشباب كلهم شافوا انه ده نموذج ناجح، وكل الناس قروشها كبتها قصاد الحاجه دي. والحصل شنو في الاخر؟ ما عرفوا يديروا المشروع، ما عارف انه هو عاملين المشروع ده لشنو. فعشان كده قاعد نشترط انه القيمه اللي انت مقدمها هي الاساس بتاع نجاح مشروعك، اكثر من انه نحن حنعمل مشروع عشان ندخل قروش، او نحن نعمل مشروع لانك انت نجحت، او لانه فلان نجح، او لانه اكس من الناس نجح. لا، انت حتعمل مشروع عشان انت عندك قيمه معينه عايز توصلها للمجتمع. جميل. طيب، يعني قرايه السوق قادره انها لها دور في نجاح المشروع؟ ممكن تكون هي الاساس الثابت، الاساس الاول اللي بخليك انت تقدر تمشي الخطوات بتاعتك بطريقه ثابته. لما نتكلم عن النقطه بتاعت مثلا دراسه الجدوى، دراسه الجدوى هي بتتضمن دراسه السوق. فانت لما تيجي تعمل دراسه جدوى شوف الخبره وين. الليله في عدد كبير شديد من المراكز بتاعت الاعمال اللي بتقدم لك الخدمات بتاعت دراسه الجدوى بصوره واقعيه، ما 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 النقطه بتاعت التوقعات اللي قاعدين ناخذها من زمان، لا، بصوره واقعيه. دراسه جدوى، الجدوى بتاعتك دي بتتضمن البلام التشغيليه بتاعتك، الخطه التشغيليه، بتتضمن الخطه الماليه، بتتضمن دراسه السوق، بتتضمن الخطه التسويقيه لمشروعك، وفي الاخر بتتضمن الحته بتاعت الموازنه الماليه لمشروعك او التكلفه بتاعت المشروع بتاعك. فانت محتاج تعرف الاساسيات بتاعت تاسيس المشاريع عشان تقدر تمشي الخطوات دي. طيب نخليها بمثابه انه نصيحه او وصيه للشباب دايرين يخشوا في مشاريع جديده، عدم التقليد، وانك تشوف خططك كيف ودراسه جدوى على اساس انه المشروع يكون ناجح. عموما احنا بنشكرك جزيل الشكر على الحضور الجميل والانيق، وان شاء الله الشباب يكونوا استفادوا من الحاجه دي. باشمهندس محمد الطاهر، مطور الاعمال وصانع محتوى مرئي، شريك مؤسس لمنصه رواد الاعمال في السودان، شكرا لك كثير. شكرا جزيلا، تسلموا. تسلم كثير. مشاهدينا في كل مكان، احنا لسه متواصلين معاكم خلال مساء جديد، فاصل ورجعنا واصل. طيب مشاهدينا في كل مكان، احنا خلاص قاعدين نلملم معاكم في اطراف حلقتنا اليوم اللي طفنا فيها في عدد من الفقرات ما بين روشته طبيه ومبادره صناع السعاده ودور الشباب في رياده الاعمال، وكمان احتفينا مع الشرطه السودانيه بعيد ال 68 والعيد ال 50 عربيا. دي كانت فقرتنا اليوم، ان شاء الله يعني انها نالت رضا جميع الناس اللي تابعتنا، وكانت فقرات ممتعه ومفيده. شكرا على الحضور. بالاضافه للفرحه الكبيره للارجنتين طبعا، وهي بتسيطر. انا واثقه شديده الليله، مش كده؟ واثقه شديده الليله، في ناس كتار منتظرين انه الارجنتين ترفع كاس العالم لليوم، بالاضافه لتوقعات من ناس كتار انه عدد الاهداف يزيد. انا ما اعرف، احتمال يزيد واحتمال ما يزيد. في ناس قالوا يزيد يا طه. يا ثلاثه، خلاص ثلاثة كفاية أو اثنين كفاية، في النهاية الموضوع خلاص يتحسم للأرجنتين بحيثيات المباراة الجارية الآن. بكده هنكون وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من مساء جديد، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. تحياتنا وفارغ العالم.